مباراة القفز على مباراة رسمية للقفز على الحواجز تحت الرعاية الشرفية ديال الجامعة الملكية المغربية للفروسية. هذه المباراة كتقام على 3 أيام إن شاء الله، دوزنا البارح الجمعة والسبت والحد، فيها عدة فئات، فئة الخيول العربية البربرية، فئة مترو 15 مترو 10 مترو 15 ديال الهوات، مترو 10 مترو 15 العادية، متر 25 ومترو 30 مترو 35 اللي هي الجائزة الكبرى. احنا جد فخورين بهذا الجمهور اللي معنا، وفخورين بالناس اللي التحقوا بنا من جميع النوادي من الرباط ومن الدار البيضاء، وكنشكروهم، كنشكروا اللجنة المنظمة، وكنتمنوا هذه المباراة تبقى تعاود كل عام لإحياء هذا النادي. هذه المسابقه تندرج في اطار الجدول والكالندريه ديال الجامعه الملكيه المغربيه للفروسيه، والكل تعرف الاهتمام ديال الجامعه الملكيه المغربيه للفروسيه بهذا النادي الذي يعد من اقدم الانديه في المغرب، واللي يدوز احسن الفرسان على الصعيد الوطني. هناك من قضى نحبه، هناك اللي باقي الان تستمر، ونذكروا غير مثلا علي الاحراش من هنا فاش خدا لي زابيسي ديال الفروسيه. ليست بالامر السهل، وجاو خيرة الحكام على الصعيد الوطني هما اللي تحكموا هذه المسابقه. ايضا تلاقينا بأناس اللي عندهم واحد الكاريزما، اللي سبق لهم شاركوا في مجموعة المسابقات هنا، وهذا النادي باش أنا تحريت عليه تلقى بأن الشريفة العزيزية هي اللي عطت واحد القوة، واحد الإضاءة ديال هذا النادي. ودائما جاوا مجموعة من الفرسان كالمرحوم شراط، أيضا البرومي دوغري كان دريس الجابري الآن حكم دولي كان هنايا، كان الكورني ماجور حسن جابري، مجموعة. وأنا جيت سعيد لاني انا اول مره نجي لهذا النادي الماكي ديال طنجه. احمد تيجاني فارس، ممثل نادي تنسيفت بمراكش. جينا لهنايا النادي الملكي للفروسيه بمدينه طنجه باش نشاركوا في هاد المباراه الوطنيه من فئه نجمتين. الكاليفيكاتيف نتاع بطولة المغرب 2024، الحمد لله استطعت باش ندير بزاف نتاع لي كلاسمون في هذا الكونكور، دون 3 بروميير بلاس، وحده البارح وجوج اليوم عاوتاني الحمد لله. من الناحيه ديال التجربه ديالي في هذا المجال، مجال التحكيم، وكندوزو بزاف ديال الانديه، فالان كنلاحظ بان الحمد لله تيحسنوا الجوده ديال الاستقبال وديال التنظيم، وكذلك الجوائز اللي يعني في المستوى